في هذه الأثناء كيتواجد معنا الثنائي حسن ومحسن، أصحاب الكوميديا والفكاهة، الحوات اللي لاقات واحد الاستحسان من طرف الجمهور التطواني. في البداية إذا كان ممكن تعطينا واحد النبذة تعريفية عن نفوسكم. طبعا محسن وخي حسن من مدينة تطوان، سكان مدينة تطوان وشباب مدينة تطوان، وهما احنا هما أصحاب الفكرة ديال الحوات. وفكرة كانت فكرة عندها 13 عام تبارك الله، حتى دابا عاد طبقات وخدمات والحمد لله نجحات وحققت مشاهدة كبيرة على الصعيد الشمالي ولا المغربي كامل تبارك الله. فكنتمناكم انكم تعاونوا معنا وتدعمونا بكثافة، خصوصا في فيسبوك وفي عبر الانترنت وفي البريد الالكتروني. شكرا بزاف. هاد الفيديو هذا واش كنتو غير بجوج بكم، علما ان كيبانو تما بزاف الادوار؟ طبعا الا بديتي كتعاود وبديتي كتزيد تعاود غتجبر جوج الوجوه بحال بعضهم، وما كاينش معنى الزايد، لان يعني هو تمثيل حسن ومحسن انا والاخ ديالي. وهاد شحال دوزتو المده باش تعدلوا هاد الشيء؟ بزاف، ما جبروش الحمد لله، ما جبرناش المشاكل لا في الساعه ولا في التصوير ولا في شي 4 ساعات شي 3 ايام. ننتقلوا للتوأم الثاني، عرفنا راسو. الفكره كانت فكرنا في فكره الحوات 3 ايام، فهمتيني، طبقت الحمد لله في 3 ايام، وما يعني ما خديناش الوقت بزاف الحمد لله، وكان داك الشيء يعني ما فيهش تعب الحمد لله. يعني بحال اللي نقول لك ما بدعناش. كنتوا كتوقعوا عادي ان واحد الرواج بهذا الاقبال هذا؟ مره احنا قلنا عملنا هذه الفكره غنزلوها في اليوتيوب، حققت هو هذاك، ما حققتش هو هذاك، بصح تحقق الحمد لله. ديك النجاح ما كناش كنتوقعوا. دابا بحكم يعني انتم اخترتوا من الحوت، علاش بالضبط من الحوت؟ واش انتم ديجا عملتوا هذه المهنه هذه او لا غير قلدتوها؟ فكره الحوت عندها 6 ايام طبقت. فكرة الحوات ما عمركم سبقكم؟ ما عمرنا فكرنا احنا نمثلوا ام الحوات ولا اي فكرة الحوات. بالليل انا والاخ ديالي فكرنا كذا، كاين الحوات غنجيبو غنعملو حق كيف جيتكم حوات مقود. نشوفوا الريفيو ديك، تجيب لي يعمل الادوار ديال الريفيو تجيب لي الحوت. ما نكذبش عليك، الحوت كيتشمى ب 30 درهم تما، الله يا اخي. ما عمري بعت الحوت في حياتي، والعكس انا كنت كنقرا وكنخدم في بيتزا، وعندي الحمد لله عندي شواهد ديال كويزين ايطاليان، كنعمل داكشي ديال كويزين ايطاليان بحال البيتزا بحال سباكيتي بحال لازان بحال داكشي. خدمت مع ناس، خدمت في شبته، خدمت في كازا، خدمت في الرباط، خدمت في طنجة، خدمت في تطوان. سبق لكم خدمتوا في عالم الفكاهة؟ ولا شاركتوا؟ مرة عمرنا ما شاركنا. انا ديجا كنت كنعمل مسرح في السونتر فرونسي في مدينة تطوان، مع كان المخرج ديالنا في سي بن عبد الوهاب، هشام بن عبد الوهاب، وكان معنا انور سمعان واسامه ايتمادي وسفيان الشراط، هادو تبارك الله تاهما فنانين كبار وفي الخفاء، هادو فنانين هما في الخفاء، ما عمرهم بانوا عبر التلفازه. وشماليين تبارك الله كانوا ديجا عملوا مسرح في فرنسا، وعملوا في مسرح في اسبانيا، وعملوا مسرح في بزاف في الدير. بعد هذا النجاح هذا عندكم شي افكار فكاهيه مستقبليه؟ طبعا باقي الجديد، باقي تبارك الله، باقي راه ما تشوفوا ان شاء الله. وساندونا تبارك الله. نعم سري فيه، انا ديت من عنده 3 كيلو الحوت، ملي غيجي العيد ديالي غيجري عليه. فاش هاد الفكره هذه؟ كي اخو كيشبر الكيف ويبقى ينسى عباد الله الفكره هذه. ولكن انا ملي غنى لي الظروف والبليه اللي كيعملها، فاضطريت نسمح له ونشطح معاه والحمد لله. الكلمه الاخيره الطاقه جولتات الشقافة قرار دولة زادت ساعة، وتبارك الله عليكم وشكرا بزاف. إذا كان ممكن سؤال آخر، يعني المسؤولين ديال المدينة واش تلاقيتوا شي ترحم من عندهم؟ مرة ما تسوقنا حتى شي واحد، مرة حتى شي جهة، من غير العائلة ديال الخياط، هو عادل الخياط اللي خاديا النادر اللي هو الريدوان، فهمتيني، عادل بوحده هو اللي تبارك الله عيطنا وقالنا هادشي بغزال ومبروك وحتى نادر عجبو الحمد لله عبر الانترنت، وقالنا شكرا هادشي مزيون ان شاء الله استمروا في هذا الفن وغنمشيو بعادين. وخصوصا ما تنساش احمد شوقي تبارك الله المساند الاول اللي تعاون معانا، ومصطفى الاصل ديالو نسيتو، ولاد ما عرفتش الاصل ديالو مع اعتذاري لمصطفى، وعدنان المخرج اللي كان صورنا، ومحمد المرضي ما نساوهش حتى هو تبارك الله عليه، غزال بالافكار ديالو تعاون معنا، والسي زهير بوزكري
وهذا الدراري زعما هما اللي تعاونوا معنا ومنساوش انس العمري وسفيان الشراط هادو وامين بن عبود تما ما نساوهاش. وتحيه للدراري تطوان، تحيه للجريده الالكترونيه تطوان، وتحيه للدراري اللي خدامين في الجريده تبارك الله عليهم بكل مقاييس، غزالين ظريفين كيعرفوا يتعاملوا وتعاونوا معنا وما نساوناش وتعطلنا عليكم كندونيا.